نواصل مع تصحيح نماذج من فرد محروسة. اليوم عندنا النموذج الثاني ديال فرد المحروس الأول، دونك باش نستعدو لامتحان الوطني وحتى كذلك الفرد المحروسة. هنقتصر فقط على بارتي ديال لانجويج، عليها 15 نقطة، وغتفيد تفيد كذلك حتى في رايتين وفي كومبريشن، لأن كومبريشن غياخدنا الوقت، و لانجويج كتكون موحدة، ما كومبريشن كل مرة وشنو كيكونش من تكست. المهم نبداو. A. Put the verbs between brackets in the correct tense or form. Donc, حط الفيرب صرفو في the correct form. Ask the kids to stop so much noise. يعني هذه كما شفنا سابقا، فاش كتكون عندك stop, stop talking, stop or start playing، هذه كنستعمل فيها gerund. So ask the kids to stop making، هذه غتستعمل فيها gerund، غتولي making. By the year 2020, computers, teachers in school. اوكي، هنا نشوفو by the year. ولا in 2 weeks time، ولا من هنا واحد جو سيمانات، 2 weeks، two weeks time. يعني من هنا واحد المدة في المستقبل، واحد الحاجة غتكون كملات. Completed action. دونك هذه كنستعملوا فيها سيمبل فيوتشر، سيمبل فيوتشر. الصيغه ديال سيمبل فيوتشر هي كتكون عندنا ويل بلاس هاف بلاس باست بارتيسيبل. الباست بارتيسيبل ديال ريغولير فيرب كنزيدو غير ادي، بحال بلاي الباست بارتيسيبل ديالها هو بلايد، لو بارتيسيب باسي. ولكن دوك ايريغولير فيربس خص الواحد يكون حافظهم، بحال ستيل ستولن، الباست بارتيسيبل ديالها هي ستولن، كاين شي قاعده، القاعده هي تكون حافظه. دونك هنا غنستعملو سيمبل فيوتشر باي ذا يير 2030، من هنا ل 2030. كمبيوترز لي زورديناتور غي يعوضوا الاساتذه في المدارس. دونك شنو غنديرو لها؟ كمبيوترز ويل، قلنا هي ويل بلاس هاف، هذا ريبليس راه ريغولار فيرب، غتزيدو في الباست بارتيسيبل فقط اودي. ويل هاف ريبليست، دونك هنا مبقاش المكان، غتكون ريبليست تيتشرز ان سكول، غيعوضو لنا الاساتذة. هنا هاد فريزل فيربس هادو ضروري من الحفظ ديالهم، كاين شي حاجه اخرى من غير الحفظ. دونك غنشرح هاد الفريز الفيرب اللي عندنا هنا. ران اوت هي هاف نو مور، فشي حاجه ما كتبقاش عندك، مثلا وي سي دو كار راز اوت اوف فيول، ما بقاش عندها الوقود السياره. دونك ران اوت هي ما بقاش، ميد اب ميك اب هي كت انفونتي دي زيستوار، كيبقى يختار، مثلا شي واحد كيغيب كيبقى افونط علاش غيب، شي حاجه ما كتكونش حقيقيه، دي استوار او اكسكيوز ولا اعذار، هذه ميك اب. كول كول اوف هي كانسل، كتلغي، تو كانسل، هذه كانسل، هذا قلنا انفنت، كيبقى يختار على الاعذار ولا شي. بوت اب ويز هي تو سيبورت، اي كانات سيبورت، جو بو با سيبورتي، ما نستطعش، ما بقيتش كنستطع نتحمل كذا، سيبورت نستحمل. كاريد اواي هي سومبورتي، بحال شي حاجه قصه ولا شي حاجه كتعجبك كتمشي معاها وكتنسى راسك، كاريد اواي. ما عرفتش شنو بالضبط بالعربيه شنو يمكن نقولوا لها. تو بريك اوت، بريك اوت هي كتهرب بحال مجرم، باي فورس كي ران اواي باي فورس، مثلا تو اسكيب باي فورس، بحال شي دوك شي وحدين كيهربوا من الحبس ولا كذا، بريك اوت. سو هيز ماذر كان نات his terrible behavior anymore، عند الام ديالو his terrible السلوك behavior هو لو كومبورتمون التصرف ديالو terrible anymore، يعني هنا cannot support ما تستطعش تحمل. دونك هادي put up with، ما بقاش قادرة تحمل his terrible behavior anymore، التصرف ديالو الفظيع. هنا as an excuse for being late، دونك كومين excuse
فوربيدن لايت، لان جا معطل ولا جات معطله، جات معطله شنو بقات كدير؟ شي هور ستوري، اخترعتنا واحد القصه كلها. دونك هذه شي انفانس، سو قلنا هي ميد اب، شي ميد اب. وكاين اللي كيتعامل في هاد لي كيستيون انتيليجامون، كيشوف الفيرب خصو يكون في الباست مثلا، سيمبل باست، كيشوف شكون هو الفيرب لو سيمبل باست، لا قايش الفيرب ولا اش كي، ولا كيتعامل انسان شويه انتيليجامون، ولكن من الاحسن يكون عارفه المعنى ديالها. دونك شي انفنتد، شي ميد اب، هنا غتكون ميد اب. هورس ستوري، اغات باي هيز انثوزيازم، دونك الحماس ديالو. المهم شفتو محمس نسيت راسي، دونك هنا غتكون كاريد اواي، هادي كاريد اواي. هنا كونفليكت، صراعات، شوك، شوك صدمة، هادي ستيريوتايب. دوك المهم هادوك بحال تفسيرات ولا النمطية، مثلا كنقولوا هاد النوع من الناس فهما زقرامة، واحد النوع، واحد المهم كنعطو شي وصف لشي ناس، المهم بحال كيوصفهم الأغالب كيكون هداك الوصف ماشي هو هداك، كيكون خطأ. دونك اكسبتابل، مقبول، immigrant، مهاجرين، diversity، التنوع. دونك نقراو ونعمرو هاد the blank with the correct or the right word. one of the problems، واحد من المشاكل، face culture is face، هي يواجهو is culture ash which is a condition of confusion، سبب ديال confusion and anxiety، القلق و the confusion affecting a person، تؤثر على الشخص suddenly exposed to new culture، فشي واحد كيمشي كيتعرض لشي ثقافة جديدة عليه، داكشي كيواجه هنا هاد المشكل هذا. شكون هو؟ اذا شكون الكلمة بعدا؟ one of the problems، هنا بما انه غيتعرض لثقافة جديدة غيكون immigrant، المهاجرين. one of the problems، دونك هادي نعطينا هنا 1 2 3 4 5 6، دونك هادي immigrant 5. face is culture، is culture، is culture، it's culture what، culture shock، ديك الصدمة، لأن كيسافر لشي بلاد ما عندوش عليها أول مرة، دونك كتكون shock، هادي غتكون فيها shock. which is a condition of confusion and anxiety affecting a person suddenly exposed to new culture، كتأثر على شي واحد عادي. some people think that a country with culture، بعض الناس كيعتقدوا وكانت شي بلاد عندها culture، دونك هنا culture diversity، تنوع ثقافي، بعض البلدان كيكونوا بها انها المهاجرين كلهم نيجي. may face culture اش، may face culture conflict، دوك النزاعات الثقافية وكذا، بعض الناس كيعتقدوا هذه. other people however، مع ذلك، think that such a country may benefit، هاد البلد عاد بالعكس غي benefit، غيقدر يستافد، benefit from variety and richness of its culture، غيستافد من هاد الغنى الثقافي. كل واحد شنو، دونك هنا غاد some people culture، هنا غتكون diversity، هنا cultural conflict، هنا conflict النزاعات. however، صافي جاوبنا عليها. number 3، a false is a false، دونك distorted كيكون عادة خطأ، distorted مشوه، assumption واحد الادعاء، associated with a group of people كنربطو بواحد النوع، طبقة من الناس ولا واحد النوع، واحد من الناس، دونك هذه هي stereotype، stereotype. or some culture is not culturally، بعض الثقافات it's not culturally to burp، burp هي ديك تقرع بالصوت ديالو، دونك بعض الثقافات ما كيقبلوش هاد التصرف in front of people، دار هذاك السلوك قدامهم ما كيقبلوش، بعض الثقافات بالنسبة لنا حنا عادية، عادي، دونك غتكون acceptable، غير مقبول انك تبرب تقرع قدامهم، تجش ولا شنو سميتها بالعربية. هنا write the following sentences as suggested. first sentence the weather was bad، دونك الطقس كان ماشي هو هذاك. nevertheless، ومع ذلك، the football match was not stopped، موقفوش الماتش،
ممكن ديسبايت فاش كتكون نورمالمون كتكون تابعة ناون. دونك شنو غنديرو؟ ديسبايت the bad weather, the bad weather كنكتبوها بالادجكتيف واخا لو نو كيكون تابعة، كنكتب الادجكتيف اللي قدامه. دونك the football غنكتبو هاد الجملة the football match was not stopped despite the bad weather, the football match was not stopped. Sentence number 2, they chose him representative of the school in the national competition. He donc هادي في passive voice. انا لا voix passive كناخدو the subject كناخدو ال verb كنشوف هاد ال verb فاش مصرف كنصرفو هداك ال verb to be. هنا choose مصرف simple past دونك to be كنصرفو في simple past. دونك هنا غتكون was to be في simple past. وهذا الفيرب اللي كيكون عندنا كنديروه في past participle. قلنا كيما قلنا في past participle ديال الفيرب دوك لي ريغولي كنزيدو ادي، لي ماشي ريغولي ايريغولير كنكونو حافظينهم بحال هادي chosen. دونك he was chosen هادي past passive voice. دونك ونكملو he was chosen as a representative of Taunton إلى آخره. الجملة الأخيرة we found new evidence we will tell the police in due time and the detective announced that. دونك هادي le discours rapporté parce que كون عندنا هذا le verbe introducteur في الباست كتكون دي شانجمون فاش يكون هذا داك الفيرب introductory verb في present to last present perfect to last future ما كيوقعش تغيير كيبقاو لي verb مصرفين كيما هما. دونك هنا عندنا غن بيبان عندها introductory verb simple past في الباست خصنا نديرو changement. دونك هاد found فين كونجيكي هنا عندنا في simple past. simple past شنو كيقولي؟ دونك كيقولي past perfect دائما present كتشرح بالباس كان present continuous كتولي past continuous past simple past. دونك ما هذا هذا كانت present perfect كتولي past perfect، ما هذا past simple كتولي past perfect، هاد will كتولي would كان could. المهم حنا قلنا هاد found في simple past خصها تولي past perfect غتولي past perfect. دونك that the detective knows that they منساش the subject. دونك past perfect they found he had كنديرو had plus past participle. past participle هي ديال found هي found ديال find هدرا الانفينيتيف ديالها هو find. دونك هدا le discours rapporté التمرين الأخير هادو ديال functions هادو الواحد يكون حافظهم هادو ساهلين نورمالمون. دونك الجملة الأولى كل جملة شنو كت واش apology اعتذار contrast يعني تناقض indifference واحد ما مسوقش ولا complaint شكوى. الجملة الأولى sorry to have to say it but you are disturbing us. شكون هادي؟ آسف لقولي هذا ولكنك تزعجنا. you are disturbing us. دونك هادي complaint complaint دي. دونك واحد دي I'm awfully sorry I did not come on time. انا متأسف ما جيتش في الوقت. دونك هذا اعتذار اي. وهاد الجملة الأخيرة Jane wants to immigrate whereas her husband would rather stay in his country. دونك هي باغية تهاجر ولكن زوج ديالها باغي يبقى في البلاد. دونك هادي كونتراست كل واحد شنو باغي. هادي بي. شكرا لكم على المتابعة. نلتقي مع نماذج أخرى من فروض محروسة ومن بعد امتحانات وطنية. شكرا لكم على المتابعة.